ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أزمة وعدت الحمد لله على خير، وكل الناس اللي قالوا لا نتخانق، لا مش عارف حصل الاتحاد، لا مش عارف ايه، كل ده يا جماعة كلام فارغ. انت ليك حق اللي هو ايه، انك تعيد الولاد تاخد الكلمات خلاص، تاخدهم بقى بالادب، تاخدهم بالقانون، تاخدهم بالمحكمه، تاخدهم بلجنه تظلمات، تاخدهم باي طريقه. الحمد لله ربنا وفقنا وايدنا الولاد، وادي الكابينات اهو، الاولاني احمد سعيد بالحاج اهو، مش عايزين نخدع. والاخوه الاسوانيين اللي مالوا الشوارع بالاعلام الحمراء احنا بنشكرهم جدا جدا جدا، عشان احنا لما كنا هناك شيكابالا ابنكم اتشتم تاني، انتوا حاسبوا نفسكم. وبعدين انا بصراحه يعني مستغرب، هو المفروض انا اسوان اشجع اسوان، ولا اشجع الاهلي، ولا اشجع الزمالك، ولا اشجع الاسماعيلي؟ اشجع اسوان ليه؟ لان دي بلدي، والتورتايه في المحافظه هي الكوره. فاذا كنتوا انتوا كنتوا بتشجعوا الاهلي او الزمالك ضد ناديكم، حاجه بترجع لكم. المهم في النهايه احنا انتصرنا تمام. دول مش جمهور، دول عيال بيضاء وصفحتين معروفين ان هم مرتشين، طليانو والزفت التين ده المختلط، معروف ان هم اجرين ومرتشين. فاحنا عايزين نركز مع فريقنا، عندنا بطوله افريقيه، عندنا بطوله الدوري لسه، واوعى تنخدعوا بمباراه نتيجه مباراه اسوان تمام. الواحد يقول لك مش عارف المخلع، يعني خلاص يعني كل واحد في النادي عارف. انا بشكر الامير طبعا لان هو اللي قاد هذه المعركه الدبلوماسيه الهادئه جدا جدا، لما انا فوضته ينهي هذا الموضوع، ومعه احمد ابراهيم واحمد ابراهيم وعمر تمام. الحمد لله انتهت الازمه، انتهت. مش عايز يبقى ليها ديول بقى، روح ارفع قضيه مش عارف فين، اعمل ايه، خلاص احنا ما بنحبش الخيانه. جنحوا للسلم فجنا، احنا استلمنا خدماتنا وده كان المطلوب تمام. ما تعرفش الخير فين، هتقول لي في ماتشين ثلاثة ممكن لاعب من دول كان لاعب وجاله يعني لا قدر الله صليبي ما كانش لمس الكورة تاني. خلاص احنا بنحمد ربنا وبنشكره رقم واحد، احنا خدنا حقنا، ويمكن اللجنة قالت انه ده كان حق الزمالك من الأول. تاني ملايين في العالم كله في جمهور الزمالك المحترم، العيال اللي قالت أدابها ومش عارف يقيد اللعيبة وتاني راح اتخانق معاهم ومش عارف عمل إيه، كل ده طلع هريف هريف هريف، ولا ليه قيمة ولا ليه لازمة ولا حل. يعني كل قلة الأدب دي اللي اتعمل، هو إزاي مش عارف يقيد اللعيبة وعامل نفسه مش عارف إيه. في النهاية الحق انتصر بالصبر والهدوء، والماتشين ثلاثه اللي فاتوا لسه الدوري قدامنا كتير عشان ما حدش يتحجج، ولسه افريقيا عندك ماتشين بتوع الترجي باذن الله، ربنا يكرم العيال رايح وجاي باذن الله بستة بونت، عندك بونت ان شاء الله سبعه، وعندك بقى الماتش بتاع المريخ هنا قديم، ربنا يكرمك خدت ال 10 بونت على الدوري. لا يعني مع احترامي طبعا النادي الاهلي اللي هو جنبنا دلوقتي، ماتش اسوان مش فيصل يعني مش هو المقياس، الدوري لسه طويل، الاهلي فريق كبير وعنده لعيبه على اعلى مستوى ومدرب محترم، بس عايزين نقول لا تحبطوا، لسه المشوار طويل جدا جدا. واحنا خسرنا في الدور الاول ب 15 بونت، عوضهم الدور ده ونكسب كل مبارياتك، هتلاقي نفسك بتنافس ثاني على الدوري. مش عايز اشكر حد غير ربنا سبحانه وتعالى، انا بشكر بس امير وكمان احمد مرتضى قبل ما يسافر، وخدوا هذه المعركه مع الشبان الثلاثه دول لغايه، مش معركه يعني كانت معركه قانونيه لغايه الحمد لله، ودي الكلمات اهو، وافرح غير الزمالك. وانا دلوقتي هجيب الاولاد هناك عشان اهنيهم واسلم تحياتهم، ومسافرين بكره ان شاء الله تونس. ادعوا بس ان احنا ربنا يكرمنا جمهور حي، اما الجمهور اللي مش حي مزيف الحمد لله. فين محمود شبانه؟ اهو كارنيه، وانا حريص اروح اجيب الكارنيهات بنفسي عشان كان في مشكله انا قلتها هناك، انه احنا محجوز على حساباتنا 70 مليون من ممدوح عباس، قلنا الضرايب تاخدهم، ممدوح عباس دلوقتي بيتكلم على الضرايب، لا عارفين بيقولوا لا ده فلوس انا، والضرايب هي المفروض هي بساعة بتاعتها، لان ده دين مقدم، وال 70 مليون دول كانوا على حسين لبيب وممدوح عباس مش علينا برضه تمام. فده اهو، وادي محمود محمد طاهر شبانه تمام. فين محمود شبانه؟ اهو ناصر منسي، اهو ناصر تاني، اهو ناصر منسي تسوي احمد اهو، مبروك يا استاذ احمد سعيدي بالحج، مبروك. مبروك اللعيبة، وإضافة قوية مع اللعيبة اللي موجودين إن شاء الله، وربنا يوفقهم. قول تاني بالتوفيق بتاع ربنا، مسؤولية مسؤول جهاز كامل، هيكسبوا هنسقف لهم، لا قدر الله هنشتمهم طبعا، ده جزء من فينا كلنا المناقشة يعني، مفيش حد هيكسب بالشتيمة، ده بيمثل الرياضة، هتكسب جمهور الزمالك على حسب ما هو بيدعي، ومش عاجبه طبعا الصفقات، مش عاجبه الحال بتاع النادي، الناس من تخدمني انا كرئيس يعني، شايف ان الزمالك مستواه حاليا مش عشان الفريق كوره بس، الفريق كوره طبعا يعني طبعا، هم كانوا بيحلموا طبعا ان الموسم بتاع السنه اللي فاتت يتكرر، ونتمنى ان شاء الله ان هو الكوره، والا تقول لي بقى انت مسؤول عن الكوره، انا بقى اللي عامل التشكيل وعامل التغيير وبقى قاعد على الدكه معاهم، هو كده. ف
فالمتزملكين والصفحات القذرة اللي هي مأجورة يبعدوا عن الزمالك بقى، سيبونا نشتغل وربنا يوفق اولادنا يروحوا ان شاء الله تونس ويرجعوا مجبورين الخاطر باذن الله. ودول اضافه قويه للعيبه اصلا موجوده عندنا على اعلى مستوى، كلهم تقريبا منتخبات كلهم، فدول اضافه. احنا ما كانش عندنا لعيبه كسر وجبنا لعيبه، لا ده كلها كده مجموعه مع بعضها مع الجهاز الفني اللي احنا بنثق فيه ثقه مطلقه، تمام. وان شاء الله باذن الله ترجعوا مجبورين الخاطر وتتصلوا ان شاء الله، يبقى شكله حلو على نادي الزمالك ان شاء الله.